ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد، وخاصة لما يكون المعنى والطعم من إحدى الدول العربية اللي بنوجه لها تحية كبيرة، إخواننا في الأردن في فلسطين. الأكلة دي مشهورة جدا، اسمها المنسف الأردني، حتى المسمى العلمي بتاعها المنسف الأردني. احنا طبعا لازم نحترم إن أصول الأكلة زي ما احنا عندنا كده الأكلات الموثقة، في دول عربية فيها كمان أكلات موثقة، ما ينفعش نقول المنسف ده أكلة مصرية، لا، المنسف أكلة أردنية. تعالوا نشوفوا مقاديرها على الشاشة. معانا فرخة، معانا لبن الجميد من تصنيع ايدي، معانا رز بسمتي، معانا بصل وتوم، والبهارات العربية الجميلة اللي هو اللومي والقرنفل والحبهان وورق اللورو، ومعانا طبعا العقدة الصفراء اللي هي اللون البرتقاني. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة، المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة. الفرخة معانا، ولكن بيقولوا لي في الكنترول يا شيف مغازي، طبعا اخواننا المصورين بيسافروا وبيعرفين ولهم اصدقاء، انا اعرف المنسف ده بيتعمل باللحمه، وحضراتكم عارفين كده كويس. انا حابب اعمله النهارده بالفراخ، يعني القصه كلها لا بالفراخ ولا باللحمه، القصه كلها في الطبخه نفسها بتتم ازاي، انما نعملها بالفراخ او باللحمه لها تركايه كده، هنشوف نعملها ازاي. معانا المقادير شفناها مع بعض على الشاشه. هبدا باول حاجه علشان اللي بتاخد وقت كبير، هنسوي الفرخه لان عايز الشوربه بتاعه الفراخ دي اخليها تشارك في طبخه اللبن الجميد وتشارك في سلق الرز، لأن يعني الأكلة دي فيها غلبة شوية، خلي بالكم، عشان كده يسموها الأكلة الوطنية في الأردن، الشعب الجميل، ولازم يكون رب الأسرة أو اللي هو معمول له الحفلة دي هو اللي يتقدم بنفسه ياكل منها، ولازم إيده الشمال ورا ظهره كده وإيده اليمين تتقدم في الطبق الكبير أو الجات أو السرفيز أو السدر اللي موجود فيه المنسف اللي هو الخروف، ولازم تبقى راس الخروف، والكبير هو اللي يتقدم يمسك راس الخروف يفصصها ويوزعها على الضيوف. احنا بنتكلم عن اصول الاكله، ده احتراما للبلد اللي بتعملها وللشعب الجميل. تعال نشوف الاول هنشتغل فيها ازاي بالدجاج. مش خروف ولا حاجه، فرخه زي الفل، وزنها لا يتعدى الكيلو معانا. وتعالوا نشوف المغازي هيعمل ازاي المنسف بطريقه سهله. ادي الفرخه، هنقطعها كده على 8 قطع، 10 قطع زي ما انت عايزه، ولكن تسويتها يكون البهارات العربيه دي اساسي زي الفل. الصدر ده على 2 بالشكل ده كده، تمام، ونفس القصه الورك ده على 2، حلو قوي، ونفس الموضوع. بسم الله ما شاء الله، ربنا مبارك في الفرخ. شفتي بقى اديك رومي، اعتبرها دي خروف دانية زي الفل، والصدر نفس القصة كده. ناخد الفراخ دي زي ما هي كده، بنتبلها تتبيلة لطيفة. أعمل المنسف النهاردة بالفراخ أو بالدجاج، خلينا نتكلم باللغة الإيه العربية علشان في منسف بالدجاج. ونشيل البلانشة دي مش عايزها بالسكينة، وتعالوا نتبلها مع بعض. توابل عربية، التوابل العربية نوعين، الحبهان، ورق اللورو، القرنفل، اللومي ده أساسي. أدي البهارات، تشكيلة من البهارات دي كمان، شوية الملح، تمام، حلو. أمسك الفرخة دي بعد التتبيلة الحلوة دي كده، شوية توم طازة، بصلاية مفرومة ناعم، وامسك الفراخ دي اروق عليها كده. ما تنسوش الليمونه الجافه دي، شفت الليمونه ده كده اهي، ده ليمون جاف، ليمون حامض، ده اساسي بتحط عليها كده، وشويه حبهان وشويه قرنفل. وتعالوا مع بعض نمسك الفراخ دي كده، دي اعتبريها الفخده الضاني، شفت التوابل دي اهي، وامسك الفرخه دي بالتوابل دي كده تاني. لومي كسرتها بين ايديا، حبيت لومي اللي هو الليمون الجاف، وده موجود عند العطار في وسط البلد. حبهان، قرنفل ناعم او خشن حسب من اللي موجود عندك، ملح وفلفل وشويه بابريكا وتوم طازه، وعندي طاسه شديده الحراره على النار. حلو الكلام، دي انا ببدا بيه طبعا علشان ده هياخد وقت، عشان انا محتاج شويه شوربه حلوين، شويه شوربه متوصى عليهم. الشوربه دي هتشارك في حاجتين، طبخة اللبن الجميد هنشوف هنطبخه ازاي مع بعض، وكمان الرز اللي انا هسلقه.
وطبعا هنعمل له الاساسيات بتاعته. ادي الفراخ بتاعتنا، اللهم صل على النبي. ده كلام يا شيف، ده انا كنت اعمل المنسف ده، اوصي جوزي يجيب نص خروف ضاني، ولازم الخروف يكون صغير في السن عشان ما ياخدش وقت كبير لانه بينطبخ مع اللبن، وقصه كده. ريحتني من الموضوع. لا بسم الله ما شاء الله، ملاحظين حاجه؟ الفرخه الحله اتملت منها اهي زي الفل. تمام، هنقلبهم كده مع بعض. اللهم صل على النبي. الله، استوت الفراخ. عايز شويه شوربه، انا شويه شوربه حلوين. صدمه ناريه للفراخ كده على النار. نحط الحبان، حبتين لومي حلوين، عشان شوربه، قرنفل سليم. البهارات العربيه عنوان المطبخ العربي، سواء بتعملي كبسه، سواء بتعملي منسف، سواء بتعملي مشخول. مشخول ده هنشرحه طبعا ايه هو. سواء بنعمل برياني، سواء بنعمل مندي، سواء بنعمل سليق، سواء بنعمل جريش، سواء بنعمل مرجوج، سواء بنعمل قرصان. سيبوني بس اقول الاكلات العربيه زي ما قلتها كده لحضراتكم: القرصان والسليق والهريس والمرجوج والحاجات ده كله. حلو. انت طبعا مخرجنا ولا اكله من دول، دي كلها اكلات عربيه موثقه من المطبخ العربي. تحيه كبيره للشعب السعودي، الاماراتي، الكويت، الاردن، الامارات، كل ده اكلات معروفه الشيف المغازي بيعملها بفراسه وبخبره عاليه، لوجود بسبب عملي في السعوديه فتره طويله من العمر تتعدى ال 15 سنه. فده طبعا احنا بنعملها، ولازم نشرح ازاي بتتعمل. انا بدات النهارده بالمنسف على الطريقه العربيه، عملته بالفراخ. حلو. الفراخ هنا زي الفل يا عم الشيف، عندي ميه بتغلى على النار، باخد الميه دي بسقطها على الفراخ كده على طول عشان تستوي معايا بسرعه. خلي بالك ده مطلوب. هل اللهم صل على النبي. استوت والله، 10 دقايق تاكل الفراخ دي زلزال زي الفل. اللهم صل على النبي. شفت يا ست الكل، فراخ زفاره ولا ابدا تلاقي الزفاره مكان بينا. سيبها على النار، غطيها بقى على ما نكمل حديثنا عن لبن الجميد اللي هو البطل والاساسي في اكله المنسف الاردني. حلو الكلام؟ هنغطيها الحله كده وزي الفل. تمام. طيب معايا لبن الجميد. هل ده يا مغازي لبن الجميد حقيقي؟ لا. انا صادق وصريح معاكم، وتعودنا الكلام ده على شاشه القناه الاولى تلفزيون مصر. ما انا هقولها والله، هشرح كل حاجه. لبن الجميد بيتصنع من اي لبن الماعز، بنطلع منه الزبده، ويبقى بقى عندنا بقيه اللبن، بيبقى هنا قليل الدسامه، شلنا من الزبده من اللبن وبقى عندي بقيه اللبن. اللبن ده بيتحط على النار يدفى، وبعد ما يدفى نخليه على جنب مع شويه ملح. وعشان كده لما تستخدمي لبن الجميد تعملي كنترول على الملح في اللحمه، لان اللبن هنا مالح، خلي بالك. وهنا ما ينفعش ان احنا نتخلص من الملح بتاعه، لان الملح وجوده في لبن الجميد اساسي في عمليه الحفظ بتاعه، زي الكشك بتاعنا في الصعيد. بنجيب القمح المجروش يتكسر وبعدين يتعمل كور ويتخزن، وده مخزون وده محصول في الصعيد المصري والريف المصري. كذلك لبن الجميد يتعمل كور ويتخزن في الشمس، ويتحط في الشمس يتخزن بالسنين، ويتهدى هدايات كتيره. اللي جاي على مصر يجيب معاه لبن جميد لاصدقائه، واللي رايح من مصر ياخد هدايا من هنا، المانجا بتاعتنا والحاجات الحلوه. فلبن الجميد من الهدايا الجميله الحلوه اللي ممكن نهادي بيها، ولكن تصنيعه بيتم بتكنيك عالي، وخلي بالكم حساس جدا، لازم يتحط في شمس في درجه حراره قويه علشان عمليه البكتيريا اللي موجوده فيه يتخزن صح. وعمليه الملح اضافته للبن وهو على النار هي اللي بتساعد على حفظه. ده الشرح بتاع اللبن الجميد. ايه هو؟ لبن الماعز، عشان كده هو دسم جدا. ايه فوائده؟ بيساعد على الهضم، غني بالبروتين القوي جدا على فكره، وبيساعد على تحسين جهاز القولون في الهضم، وفي نفس الوقت له مشاكل مع الكوليسترول، اللي عنده كوليسترول زياده يقلل من اكله اللبن الجميد، عشان كده هي اكله المناسبات مش هناكلها كل يوم. ده كده شرح سريع لموضوع اللبن الجميد.
طريقه عمل المنسف بقى فيها شويه غلبه. الفراخ بتستوي على النار، اعتبريها اللحم الضاني اللي انت متعود عليه. معانا الرز البسمتي، ميه بتغلى على النار، في الميه دي معلقتين من الزيت عشان نسلق الرز لوحده كده. بيسموه في الكويت طبعا العيش، الرز يسمى في الكويت، تحيه كبيره للشعب الكويتي، بالعيش. حلو الكلام. لما في حاله لما نعمل المنسف هنحط هنا الليمون الجاف مع الرز والقرفه والحبهان والقرنفل، البهارات العربيه مع الرز وهو بيتسلق بالشكل ده كده، وننزل بالرز بتاعنا. يستوي تسويه تامه، اه زي ما هو كده. حلو الكلام. واسيبه يغلى على النار يستوي. اكله فيها تفاصيل كتير على فكره. قال لك من جور السعيد يسعد. اعمل ايه؟ باخد شويه شوربه هنا من شوربه الفراخ دي كده، اغذي بها الرز. شفت بقى فرست المطبخ اهو، ازود شويه على سلق الرز، يوم الرز ياخد من طعم الايه؟ الفراخ. اه واغطي الفراخ تاني تكمل سواها كده. الرز كمان قصته على النار. نيجي لطبخه لبن الجميد. حل على النار زي دي كده، نشيل ده من هنا ونوسع لنفسنا. ونطبخ لبن الجميد مع بعض ازاي؟ خلي بالك لانك انت لو ما طبختوش صح هيبوظ مننا. نعمل ايه يا عم الشيف؟ حل على النار. الحله دي بنسخنها كده كويس الاول، ده مهم جدا. وخلي بالك لما تيجي تعمليه لازم تعمليه بالتفاصيل اللي انا هقولها دي، لانك لو ما اشتغلتيش معاه صح هتبوظ منك الاكله. ولا ولون اللحمه مش هيبقى لطيف على فكره، ويبقى شكلنا مش لطيف. طيب النار كده تمام. حلو قوي. خدنا لبن الجميد، مكوناته زي عرفناها مع بعض. انا قلت لحضراتكم وكنت صادق معاكم، ده مش لبن الجميد، ده زبادي. الله عليك يا شيف، الله على صراحتك. يتعمل بالزبادي؟ اه. بتجيب عرض الزبادي اللي موجود في اي سوبر ماركت، دي المفاجاه بقى. شوفي بقى انا هعمله ازاي. بتجيب عرض الزبادي اللي موجود في اي سوبر ماركت، 6 علب مثلا، 8 علب. حلو الكلام. وتجيبي علبه لبن رايب برضو من اللي موجوده في السوبر ماركت بدون ذكر اسماء. اي لبن رايب تاريخ صلاحيته ساري. يبقى حاجتين اهو المكون بتاعه، نجيب زبادي كامل الدسم ونجيب لبن رايب كامل الدسم. قد ايه يا عم الشيف؟ العرض اللي هم 6 علب ونجيب عليهم نص لتر من لبن الرايب اللي موجود في السوبر ماركت، نحط اللبن الرايب على الزبادي ونقلبهم مع بعض. الله عليك. وشويه ملح، ده بيتخمر هنا بقى. عرفت هيتعمل ازاي؟ اه. تاني زبادي، زبادي اي نوع تاريخ صلاحيته ساري، 6 علب اللي هو العرض، بنحط عليهم نص لتر من اللبن الرايب اللي هو اللبن الرايب السايب اللي بيتشرب على الاكل علشان يهضم، وبنقلبهم على بعض بيبقى معانا بالقوام ده كده. اه هتلاقيه سائل كده اهو. حلو الكلام. ده يحل مكان لبن الجميد، ووفرت على نفسك مشوار طويل. جاي لك هديه بقى تبقى انت احسن مننا. حلو الكلام. طب جبناه هديه زي الفل. جبناه هديه، هو كور كده بيتجاب. يشتغل فيه ازاي يا عم الشيف؟ زي فكره عمل الكشك بالظبط. وتحطيه في ميه اللي هتستخدميها لغايه لما يفك وتقلبيه. اذا هو جالك هديه كوره كده بيضه، وبيتخزن عندهم هناك كور كده، بيتجاب في اكياس بلاستيك محفوظه، بتاخديه زي ما هو كده بتلاقيها نظيفه وزي الفل، بتحطيها في بوله اللي هتشتغلي فيها وتحط عليه ميه. بعد نص ساعه من الزمن بتلاقيه فك بقى عندك بالشكل ده كده. ده بالنسبه للبن الجميل. انا حطيت شويه ملح كده للامانه، ومعلقه نشا صغيره. معلقه النشا مع الغلبه دي كلها سر من اسرار طبخه اللبن. اهي واحده اتنين. ليه يا عم الشيف حطيت نشا؟ لان لو حطيت لبن الجميد او اي زبادي بطبخه على النار مع درجه الحراره هيبرغل منك، يفك منك، يرجع جبنه قريش، واحنا مش عايزين يرجع جبنه قريش. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. تفاصيل عمل المنسف. غلبه اه، في شغل اه. اول حاجه الفراخ، خرجنا الجميل. بص على الفراخ وبص على الحلاوه، شوف الريحه الحلوه. هو ده الفراخ هنا خلاص استوت. ركز معايا بقى عشان الموضوع هنا دلوقتي في التفاصيل الايه النهائيه. ادي الفراخ اهي زي الفل، معاها بصل ومعاها لومي ومعاها بهارات عربيه، معاها حب. واللي بيحب شعب بيعمل اكله زي مثلا ما نروح على اي مكان في العالم يقول لك الملوخيه المصريه تعمل بالارانب والفراخ واللحمه الضاني والطشه بتاعتها، الفته المصريه. شايفين الحلاوه؟ طيب الفراخ على النار،
نيجي لموضوع اللبن. قلبنا معاه نشا زبادي تاني علشان اللي خدش باله من الاول، ده عباره عن عرض زبادي 6 علب مع نص لتر من اللبن الرايب. الله، نقلبه على النار كده باستمرار لان عليه نشا فهياخد قوام، خلي بالك. وارفعي ايدك من الملح طالما حتى ملح. لو جايبه لبن الجيميد اتاكد ان في عمليه التخزين بتاعه وعمليه الحفظ بتاعه وعمليه التصنيع بتاعه عامل اساسي الملح، واحنا عارفين الملح مهم جدا في عمليه التخزين والتخليل، سواء نعمل فسيخ سواء نعمل لبن الجيميد سواء نعمل كشك. نقلب كده باستمرار. عندنا شوربه الفراخ اللطيفه الحلوه من جور السعيد بيسعد، بناخد شويه شوربه منها، ده الطبيعي اهو. الشوربه دي تنزل على اللبن، البهارات بتاعتها كده، خلي بالك. شوية شوربه كده رايقين زي الفل، شوربه رايقه اهي، تمام. بس خلاص، ونقلب كده ونسيبه على النار يستوي. يعني ايه يستوي يا عم الشيف؟ يعني يبقى له قوام. هناخد الفراخ دي نشيلها من الشوربه بنسقطها في اللبن. الرز بتاعنا خلاص اهوت على وشك ان هو يستوي. اكله فيها تفاصيل كتير، زي الفل، عشان كده هي اكله مهمه جدا. تعالوا نعمل اساسيات اكله المنسف، بيتعمل ازاي وبيتقدم ازاي. طالما بنعمل اكله لها اصولها فلازم نقدمه بنفس الشكل. ده التجويد بقى. العيش الصاج بيسموه اخواننا في الاردن خبز الشراك، ده اسمه هناك معروف خبز الشراك، اللي بيتعمل منه المطبق، بيتعمل منه سندوتشات الشاورما، اخواننا السوريين شاطرين في عمايله، اللي هو خبز المرجوج او خبز الصاج. بنحطها كده بالشكل ده كده، حلو، وبندخلها الفرن. دول كفايه، رشه زيت عليها ونحمصها في الفرن، تطلع معانا طبق. تحميصها دي مطلوبه. ليه بقى؟ عشان احنا هنغرفه بنفس الطريقه. ده فص توم حلو كده مع زيت الزيتون، وندخل دي الفرن في درجه حراره عاليه عشان تتحمص بسرعه. مخرجنا الجميل يفكرني بيها عشان ما تتحرقش مني. زي الفل اهي، حلو الكلام. ده اللي هنغرف فيه المنسف. بنجيب خبز الشراك، احنا المسمى بتاعه بقى زي ما احنا عارفين، او الرقاق لو انت ما عندكيش، نفس الطريقه بيأدي نفس الغرض، وبنحمصه في الفرن. وبنجهز طبق التقديم، انا بشرح شرح نظره. ده طبق التقديم، بنطلع صينيه العيش اللي هتتعمل في الفرن بنحطها هنا، بناخد العيش اللي هو الرز البسماتي اللي انا سلقته بنحطه هنا، بناخد الدجاج مع طبخه اللبن بنزين بها الطبق بتاعي. حلو الكلام، حلو الكلام. نشوف اخبار اللبن ايه. بدا ياخد قوام، نبص على القوام بتاعه، له قوام لازم، خلي بالك مش بتعملي بشاميل يا اختي، خلي بالك قوام اللبن لازم بالطريقه دي عشان تبقى شطوره كده. بص على القوام بتاعه، ولو قطع معاك يبقى مش ظابط. بص، ده اللبن زبادي عرض 6 حبات معاهم نص لتر من اللبن الرايب معاهم شويه ملح، قدرنا نحصل على طعم لبن الجيميد. زي الفل. ناخد الفراخ بتاعتنا اللي احنا سلقناها، اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوه، حلو. ياخد غلوه طبعا مع لبن الجيميد. المنسف بالدجاج حصريا على شاشه القناه الاولى من المطبخ الاردني. اكله موثقه، اكله وطنيه، تتعمل في المناسبات، تتعمل في العرس، ولازم رب الاسره ورب العائله يتقدم السفره في الاول. عيب جدا في اكله المنسف بالذات ان اطفال بقى يهزروا لا لا، ده مش بناكل كبسه، المنسف ده له وصوله حتى في طريقه الايه؟ التقديم. اللبن اهوت زي الفل. خدت انا برضو البصل والفلفل ده كله والقرفه. بدا يغلي اهو، تفاصيل على الشاشه. بدا يغلي. الرز البسماتي بتاعنا، اللهم صل على النبي.
دي معلقه اسمها العقده الصفراء. بعض القبايل تحطها من نوع من نوع الايه البهجه، احنا عارفين اللون البرتقالي اصلا لون بهجه اهو، والبعض ما يحطهاش حسب الرغبه يعني. ده اختياري برضو، خلي بالك البعض بيحطها والبعض مش بيحطها. العقده الصفراء بيسموها، احنا هنا في مصر بنسميها عند العطار ايه، هتروح تقول له عقده صفراء مش هيقول لك يعني ايه، دي اسمها العقد اللي هو اللون البرتقالي او لون الزعفران. خلي بالك البرتقالي او الزعفران مش موجود، تعملي ايه؟ الكير الكركم، ده كركم، ده بديل له. حاجات كده المغازي بيفسرها دي مهمه جدا. ايه الصوره الحلوه دي يا شفيق؟ مبدع والله العظيم. بديل ليها الكركم، بتحط معلقه كركم بديله، بس الكركم ما انا مش هنزل بيها، الكركم هيخطف الطعم، فانا برضو عشان المخرج عايز اهي شويه كده زي الفل. ده اختياري، حلو الكلام؟ ونقلب كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ دي فراخ؟ ده دجاج؟ الاكله خلصت خلاص. واسيبها على نار هاديه كده. هتاكلي فراخ اول مره تاكليها، نهدي النار خالص، طالما اللبن خد القوام بتاعه هدي النار عليه. هسه زي كمان بس تمام زي الفل عشان ما يشيطش منك، لان لو شاط ملوش علاج، خلي بالك عامل زي المهلبيه كده، شاطت منك على النار تحط لها زعفران، تحط لها ميه ورد، تحط لها فانيليا، هي خلاص باظت. نفس القصه مع اللبن، شاط منك على النار خلصت ملوش علاج. الرز خلاص برضو نبص عليه كده استوى. الرز بيستوي لوحده، عينيا اهو، ده الرز اللهم صل. انا بحب الرز مستوي على فكره، اهو اهو اهو، ده رز بسمتي حلو بالشكل ده كده، لازم يستوي ويبقى مفلفل كده اهو زي الفل. تمام خلصت يا شيف؟ لسه، بس عايزين نطلع فاصل، هنطلع فاصل صغير، وصدقوني بجد انا صادق معاكم مش بعمل حاجه في الفاصل، بقعد بشرب القهوه بتاعتي الشاي بدردش مع اخوات المصورين، وهنطلع بعد الفاصل نشوف تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد من المطبخ الاردني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل النهائيه ولحظه ولاده المنسف بطريقه جديده النهارده، بطريقه مبتكره من الخبره الطهويه، عملته بالدجاج. دجاجه جبناها شفنا تفاصيلها، تبلناها خدناها سويناها مع البهارات العربيه، وفي الاخر عملنا طبخه لبن الجميد وعرفنا يعني ايه لبن الجميد. والرز عندنا زي الفل اتسلق، بص عليه كده، هو ده الرز اللهم صل على النبي. جاهز كانك بتسلقي مكرونه، حلو الكلام. ناخد الرز ده كده، الله استوى طبعا. ينزل على العيش، الله، ولازم تستفيدي بشويه الشوربه بتوع الفراخ. ده العيش اللي انا كنت محمصه من شويه اللي هو خبز الشراك. اخواننا اللي بيتابعوا القناه الفضائيه في الاردن وفي فلسطين وفي الدول العربيه، احنا عاملين النهارده المنسف بالدجاج مش باللحم الضاني. ده رز مستوي جاهز زي الفل، واخد بهاراته، واخد شويه شوربه من شوربه الفراخ، مع البهارات العربيه، لومي اكتبها ورايا، حبهان، ورق لورو، قرنفل اللي هو المسمار، والهيل اللي هو الحبان عشان اخواننا هنا في مصر يعرفوا الفرق بين ده وده، والقرفه اللي هي الدارسين اهي. ده الرز اللهم صل على النبي. في خبزه في الفرن هنا يا حلاوه. لازم لما نعمل اكله نجود عليها ونعملها بطريقتها الصح. الخبزه دي انا عايزها، هقول لحضراتكم هستخدمها في ايه دلوقتي. اللهم صل على النبي. ودي الفراخ، الله الله، ايه الاكله دي يا شيف؟ شويه لبن من ده مع شويه الرز اللي انا سالقه دول، وسيب الفراخ للضيوف، صدقيني هتدعي لي. وانا رحت جبت فخده ضاري تمنها الشيل فلان خالص، هي فرخه
ما كملتش وزن كيلو، عايزه تجيبها 2 كيلو انت وجيبك. البصل معاه، انا بموت في البصل اللي هو جنب الفراخ، خاصه لما تكون اكله الملوخيه بتاعتنا، بحب البصل الصغير اللي يبقى جوه الملوخيه. وعنوان المطبخ العربي اللومي كبسه، واللبن ده طبعا هنغرفه في طبق كده جانبي عشان اللي عايز يشرب منه عادي كانه شوربه يعني. ناخد البهاريز دي كلها. الله الله، تسلم ايدك يا شيف. ده احنا كنا واخدين فكره لما نيجي نعمل المنسف ده نوصي الجزار على نص خروف، لانه طبعا اللي بيروح الاردن بيشوفوا ان هو بيتعمل باللحم الضاني، ولازم تكون راس الخروف على السفره، وتبقى عيبه قوي، ويبقى ده بخل لو المندي او المنسف مش معمول ومش الراس بتاعه الخروف مش موجوده. جابوا اللحمه منين واللحمه دي مصدرها ايه والجو ده كله. احنا بنتكلم عن اصول اكله. ده اللبن، اللهم صل على النبي. في طعم الفراخ، في خبره طهويه، في حته فراخ كده داخله في النص، دي جميله على فكره، دي لو انا باكل دلوقتي اصطادها. ناخد الخبزه الحلوه اللي في الفرن، اللهم صل على النبي. تعال يا حلوه، دي بقى اللي هتتوج المنسف. الله، هي دي. ركزي على الشقاوه، ركز على الحلاوه، بص على بص على الشقاوه. ايه ده؟ ايه يا شيف ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ بتعمله ده عذاب والله. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه اللي نزل من العيش ده؟ شويه سمنه حاطط عليهم تومه، واخد اللقمه كده زي ما هي، واللي تسلم ايدك يا شيف. ده المنسف.